بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله اللهم محمد. محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكلام بإذن الله حول مضرات اتباع الهوى لا بد من ذكر أمرين قبل البدء في البحث باختصار الأمر الأول أن أفعال الإنسان منشأها أفكاره الأفكار هي منشأ الأفعال عندما ينوي الإنسان أمرا هذه النية تظهر على جوارحه، تظهر على كلامه، تظهر على أفعاله وأعماله، فإذا منشأ عمل الإنسان نية الإنسان، فكر الإنسان، هذه الأفكار هي التي تقود إلى الأفعال، لذلك ورد في الحديث الشريف: نية المؤمن خير من عمله. لماذا لان النيه هي اصل العمل القصد هو الذي اخذه الى العمل ولولا تلك النيه لما صدر العمل منه كما ورد نيه الكافر شر من عمله لان النيه يعني التخطيط المسبق القصد المسبق هي التي هذه النيه تقود الكافر الى ما يفعله من الافعال المشينه من المحرمات، من المعاصي هكذا تؤثر النية على فعل الإنسان، إذا أفكار الإنسان هي منشأ أفعاله. لذلك هناك التأكيد الشديد على سلامة النية أن ينوى الإنسان الأفعال الحسنة دائما. أن يتجنب حتى في نيته المحرمات والأفعال الخبيثة. حتى في نيته، لأنه عندما يتعود على نية المحرمات تصدر تلك المحرمات من جوارحه لا سمح الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل لطيف بعباده. هذا لا شك فيه. لذلك يثيب النيه الحسنه وان لم تصدر الى عالم الافعال نوى الخير يثيبه الله على ذلك الخير لان الله لطيف بعباده نيه الشر اذا نوى المعصيه الانسان العقل يقول بانه على نيته ال عقوبه ايضا، العقل. يعني اذا واحد اكرم عليه المولى عبد اكرم عليه مولاه بكل انواع الاكرام، تفضل عليه بكل ما يحتاجه، هذا العبد نعلم انه في نيته ان يقتل المولى، في نيته ان يعصي المولى. العقل يقول هذا يستحق العقوبه ويعاقب على فعل. على نيته هذا هو الامر العقلي لذلك ورد عن الامام السجاد عليه افضل الصلاه وازكى السلام في بعض الادعيه انه انا بعد بلوغي الامام السجاد يقول بأول نية معصية نويتها استحققت استحقت الخلود في النار لماذا؟ لان الله انعم علي كل شيء انعم علي الوجود كل هذه النعم التي لا يمكن ان يعدها الانسان، الله انعم علي، ولكن مع ذلك انا اريد ان اعصيه، نيه العصيان اوجبت الخلود في النار هذا ما يقوله العقل، الا ان الشارع بلطفه وتفضله قال: لا احاسب على النية، النية اذا انتهت الى العمل فالعمل محاسب عليه أما إن لم تنتهي إلى العمل الله عز وجل رفع الحساب عن هذه النية لذلك العلماء يقولون التجري على الله عز وجل هذا خبث فاعلي هذا فاعل شخص خبيث اللي يريد يتجرى على مولاه هذا شخص خبيث في الفاعل يعني فاعليا خبيث أما فعله فليس بخبيث التجري يذكره علماء الأصول أنه رأى كأسا تصور أنه هذا حرام كان في ماء ماء يجوز شربه بس هو تصور أن هذا الكأس مملوء من الحرام من الخمرة أجلنا الله جميعا فشرب الكأس بعنوان أنه يشرب هذا النجس هذا الحرام واذا به تبين انه ماء هذا تجر على الله عز وجل نوى وهذه النيه بدت في العمل ولكن هذا العمل لم يطابق الواقع شرب الماء حقيقه لم يشرب المحرم هنا العلماء يقولون هذا لا عقاب عليه الله ما يعذبه في الاخره على شربه الماء هذا تفضل من الله هذا صحيح سريرته خبيثه اراد العصيان الا ان العصيان لم يتحقق فهنا الله يعفو عنه الله لا يحاسب على النية لا يحاسب على امر لم يكن واقعا محرما عبد اراد قتل ابن المولى فاخذ السهم و او اخذ السيف وضرب شخصا بتصور انه ابن المولى، بعدين ظهر انه هذا عدو للمولى. صحيح هذا له خبث فاعلي، خبيث هو بما انه نوى واخذ السيف وضرب، ولكن مو خبيث فعلا. الفعل كان فعل مطلوب، قتل عدو المولى. هذا تفضل من الله، والا العقلاء ياخذون هذا العبد ويعاقبونه. اردت قتل ابن المولى صدفه ظهر انه عدو للمولى. الا ان الله عز وجل قال: لا احاسب على نيه السوء ان لم يصدر من الانسان عمل السوء. هذا لطف وتفضل من الله عز وجل. ولكنه يثيب على نيه الخير. يثيب، واحد ينوي انه يفعل الخير، لم يتمكن من ذلك. ليس اي مانع حصل؟ الله يثيبه على ذلك، بل الله متفضل حتى ان لم ينوي الانسان الخير، أي نقطة مهمة، بعض الأحيان الإنسان ما ناوي الخير، ولكنه يترك ما نهاه الله مو لله لمصالح أخرى. أكو في الرواية من ترك شرب الخمر، الرواية مضمونها موجودة في الوسائل وسائل الشيعة من ترك شرب الخمر لا لله أثيبه لمصلحة ناس قاعدين أو بعدين بالنتيجة يرى سوء ذلك الفعل هو رجل محترم في المجتمع يبعد عن الناس لا لله ولكن الله يثيبه على ذلك الواجبات التوصلية بعض الأحيان الإنسان ينوي فعل تلك الواجبات التوصلية كيف يقول يا رب الزواج صحيح هو حاجة بدنية ولكن بما أنك أمرتني بالزواج فأنا أتزوج نوى الزواج هو واجب وإنما أمر مطلوب شرعا مرغوب فيه شرعا ينوي القربة في هذا الفعل الله يثيبه على هذا الفعل يريد أن يفعل المباحات ينوي القربة الله يف... آكل لأتقوى على الصلاة مثلا الله يثيبه ولكن حتى الواجبات التوصلية بعض العلماء يذكرون انه بدون نية القربة الله يثيب ايضا يعني واحد يتزوج اصلا مو في باله ان ينوي انه لله يتزوج يتزوج لحاجة لعادة او لأي امر يثيبه الله بعض العلماء يذكرون هذه المسألة السيد الوالد رحمه الله السيد السبزواري رحمه الله يذكرون أن الواجبات التوصلية حتى بدون قصد القربة يثاب الإنسان عليه هذا تفضل من الله عز وجل بعد ذكر هذين الأمرين نرجع إلى الآية المباركة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا قلبه ابتعد عن الله، غفل عن ذكر الله، واتبع هواه. ذهب واتبع الهوى، اكو في الروايه ابغض اله يعبد على وجه الارض الهوى، ابغض اله. أفرأيت من اتخذ الهه هو هواه يعبد الهوى يعبد. اللي ما يقدر يمسك شهواته هذا عبد للهوى مو عبد لله عز وجل أبغض إله الآلهة ما أكثرها التي تعبد من دون الله الأصنام الأوثان الحيوانات في الهند وغير الهند واحد يشوف أنواع وأصناف الحيوانات الفأرة رأيته في بعض المعابد يعبدون الفأرة يعبدون الثور ولكن كل هذه أهون من عبادة الهوى واحد أنه يعطي أمر لهواه أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاته أمير المؤمنين تكلم عنه في صفاته وقال كان سلطان بطنه تشوف بعض الأفراد هذا بطنه يجر أي مكان لا هذا هو سلطان بطنه مو أنه عبد لبطنه وعبد لشهوة الأكل يمسك نفسه قد واحد قبل أيام سألني في شهر رمضان قال أنا أسافر في شهر رمضان خب في السفر واحد ما يصوم بس بعدين طول السنة ما أقدر أقضي هذه الأيام التي كنت في السفر قلت له ليش ما تقدر تقضي قال ما أقدر أحب أكل أحب آكل بدي آكل على تعبيره قال أشوف جماعتي دا يأكلون أصدقائي في المحل في البيت البيت كذا أنا هم أريد آكل قلت له لا تسافر قال بشهر رمضان مو الكل يمسكون أنا هم أمسك وأصوم ولكن القضاء صعب علي ما أقدر قلت له خو واحد يمسك نفسه في يوم جمعة لا تطلع للعمل والصوم الواحد ما يطلع للعمل قال ما أقدر هذا يعني بمقدار سلم امره الى شهوة الباطن وشهوة الاكل. الله عز وجل يقول: من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، هناك تلازم، يعني اللي يتبع هواه الله عز وجل هكذا جعل الدنيا، انه من يتبع هواه يبتعد عن الله عز وجل. ما يمكن ان يجتمع حب الله وحب الهوى في قلب الانسان، مو الله هو الذي سبب ابتعاده عن نفسه، غفلته، الله ما يجبر احد نتيجه عمله اللي هو اتباع الهوى البعد عن الله عز وجل. لذلك وردت الايات والروايات على مجاهده النفس مو قضيه سهله جهاد اعدى عدوك النفس التي بين جنبيك. اذا واحد عنده عدو ارهابي تكفيري يريد يفجر يريد كذا صديق السوء عدو ايضا هؤلاء كلهم اعداء ولكن اعدى الاعداء هو في داخل الانسان تاره انت تشوف رجل منحرف مثلا نصراني يريد يعيرك في دينك ما تتاثر به ولكن تاره تشوف ترى رجل عالم شيعي هذا يريد يجي ويجعل الشبهات في الدين هذا يسبب انحراف كبير كما حصل للشلمغاني العلماء اللي من الداخل ياثرون على الانسان اكثر من اللي من الخارج ليش؟ كمرض السرطان والعياذ بالله اللي قوه المناعه في البدن ما تمنعه تتصور انه هذا شيء طبيعي في البدن مو انه مرض داخل في البدن حتى المناعه تجي وتقاتله وتبعده لذلك ينتشر ويسبب الموت للانسان ورد في التوقيع المعروف واما من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه لاحظوا البحار الروايه طويله بعدين في ذيل الروايه الإمام يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم تأكيد أو لا جميعهم مو أي واحد صار فقيه يعني هذا ترك هواه واتبع الإله عز وجل أبدا الشيطان لعنه الله يدخل من كل الثغرات ومن كل المنافذ يمكن واحد يصبح عالم كبير ولكنه ينحرف قبل مماته فمو أنه يتبع الإنسان أي فقيه الفقيه الذي خالف هواه مطيعا لامر مولاه، مخالفه الهوى ركن اساسي مطيعا لامر مولاه لا يكون الا بعض فقهاء الشيعه، يعني مو جميع فقهاء الشيعه يعني تشوفوا في التاريخ من الصدر الاول والى يوم، من اصحاب رسول الله كم واحد كانوا فيهم مخلصين؟ تلاميذ رسول الله قله قله مخلصين كانوا اللي بقوا مع امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام البعض ارتدوا وبعض الاصحاب رجعوا في صفين وحاربوا مع امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام وقتلوا في صفين اللي هاي كانت كفاره لارتدادهم بعد رسول الله صلى الله عليه واله، هذول قله مخالفه الهوى جهاد الجهاد الاكبر ولكن على الانسان ان يضغط على نفسه السيد الوالد رحمه الله احدى الحكومات الجائره اعتقلت بعض اقربائه فقيل له ايد او في موضوع بالنسبه الى هذه الحكومه الجائره اتنازل عن موقف والا يعدم هذا القريب يعني واحد قريب عزيز على قلبه جدا هنا أنا يمكن يستعمل التقيه او اي شيء اخر او هذا العزيز انا احفظه واتنازل عن بعض مبادئي رفض ذلك الوسيط قال انه يعدمه قال خليه يعدموه انا يعني ما يعديني حتى احفظ هذا قريبي وارميهم بسهام الليل يعني ارفع ايدي بالدعاء ارميهم بسهام الليل هاي قضيه صعبه مو سهله التغير يمكن واحد الان يرى نفسه في المشاكل في الذنوب في المعاصي منحط الى الارض لانه التبع الهواء التباع الشهوات تسبب ماذا؟ الهواء شنو معنى الهواء؟ الهواء يعني الميل إلى الأسفل أو تهوي به الريح في مكان سحيق هواء يعني السقوط السقوط الحر إلى الأسفل فواحد إذا يريد يقف أمام هواء قضية معقدة امرأة فرنسية شهيرة جدا في عالم الغناء مذكور هذا قبل يمكن ثلاث سنين أربع سنين هذه دفعة واحدة تركت الغناء وتركت الشهرة وكانت قمة في المغنين في وقتها والمغنيات تركت كل شيء قرأت صديقة لها ده تسجد سألتها شنو هذا صديقتها مسلمة قالت نسجد لله عز وجل قالت يمكن اني اجرب هذه السجده انا احس بمشكله نفسيه هذه الشهره هذه كلها ما انا كان املي انه اصل الى هذه المرحله من الشهره اللي تكون الاولى في فرنسا ولكن الان احس بخواء داخلي اشعر بالكآبه يمكن ان اسجد انا مو مسلمه مو مسلمه فصديقتها قالت اي طبعا اسجدي فسجدت لله عندما رفعت رأسها قالت الآن شعرت بلذة العبادة لله عز وجل لحظة قرار تركت الغناء تحجبت والصحافة الفرنسية كتبت ضدها مقالات ومقالات لا زالت موجودة وهي شابة تترك تترك كل شيء تترك الشهرة وتترك تركت الهوى واتبعت ال... الله عز وجل قضية معقدة جهاد حقيقة جهاد ولكن عندما يعرف الإنسان لذ لذة عبادة الله طعم عبادة الله حقيقة يترك كل شيء يهون عليه أقرأ بعض الروايات في هذا الميدان روايات لطيفة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جاهدوا أهواءكم تملكوا أنفسكم والا انت مملوك لنفسك مو مالك لنفسك، انت عبد لهواك. شخص ذهب زاهد، السلطان لاحظه صاح قال فلان لا تمر علينا وانت عبد لنا. الزاهد اجاب السلطان: كيف اكون عبدا لك؟ وانا سيد سيدك، انت عبد عبدي. السلطان استغرب قال معقول يعني انا عبد عبدك؟ قال نعم انت عبد الهوى وانا سيد الهوى فانت عبد عبدي مو سهل ولكن على الانسان ان يقرر في لحظه ان يرجع الى الله عز وجل في الايه المباركه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الموت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هواك أعدى عليك من كل عدو فاغلبه وإلا أهلكك أيضا على الإمام الصادق من هزم جند هواه ظفر برضا الله الهوى كأنما مو شخص واحد جند جنود مجندة في داخل الإنسان تريد الإنسان تجر إلى الهاوية والعياذ بالله الحل أيضا يكون في ذكر الموت ذكر الموت يكسر أعلام الهوى هذا الجنود الجنود اللي شايلين الأعلام عندما يذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام يموت هذا يسبب هذه الأعلام تسقط قاتل هواك أمير المؤمنين يقول قاتل هواك بعلمك وغضبك بجهلك قاتل هواك بعلمك بس العلم وحده هم يكفيها لأنه في قضية بلعم للآية تقول الآية المباركة ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه هذا كان عالم ولكنه أخلد إلى الأرض لا هو ما كان يريد يرتفع ما كان يريد يطير بس الايات والروايات في هذا المضمار كثيره نتركها المهم الفرق بين عمر بن سعد والشمر والحر شنو كان الفرق بينهما عمر بن سعد من جانب الحر بن يزيد الرياحي من جانب حكومه العقل هي الفرق بينهما حر قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. عمر بن سعد هم قال: أخير نفسي بين الجنة والنار. بس شوفوا العقل هنا إجا وأخذ بيده حر. عمر بن سعد ترك العاقل. هنا. هذا مو مو قضية حر أخير نفسي بين الجنة والنار، كل واحد منا في موقف من مواقف الحياة يخير نفسه بين الجنة والنار، هذا المال ما الا صاحب مال حرام اقدر اكله هنا لازم يلاحظ يخاطب نفسه اني اخير نفسي بين الجنه والنار هذه المراه هذه الصوره هذا الفيلم هذا الكذا المحرم يمكن ان ارتكبه هناك خلي يفكر اخير نفسي بين الجنه والنار اللي تمكن ان يضغط على هواه هنا يختار الجنه واللي لا كان عبدا للهوى قطعا يختار النار اسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير وان يجعلنا اسياد هوانا ان شاء الله. الله يتقبل اعمالكم يبارك في جهودكم ان شاء الله زيارات مقبوله ادعيه مستجابه ترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه ببركه الصلاه على محمد وال محمد.